مقولة يمكن كلنا اتربينا عليها وكنا بنسمعها بشكل كبير جدا، من علمني حرفا صرت له عبدا. يمكن كلنا المقولة دي واحنا صغيرين سمعناها وتربينا عليها في المدارس، وللأسف برضو عشان نقول الحقيقة الموضوع ما بقاش، أو بقينا مؤخرا وفي الجيل الجديد على وجه التحديد اللي هو لسه صغير بتاع المدارس، بقى الموضوع مختلف، بقينا نلاقي ممارسات ما كناش متعودين عليها ما كناش متخيلين، بس من آن لآخر كده بتظهر لنا حاجات بنقول لأ الدنيا لسه بخير، لا في ناس لسه عايشين كده، في ناس لسه مؤمنين بهذه المقولات، مش مؤمنين بس لكن كمان بيطبقوها. كان في صورة انتشرت بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا مؤخرا، دكتور وكان رئيس مستشفى الرمد في دمنهور، وهو بيقبل يد معلمته في المرحلة الابتدائية. يعني لو قلتوا لي في المرحلة الثانوية كان ممكن نقول ماشي، لكن ده احنا بنتكلم ان هو بيقبل يد، يعني لسه فاكر المعلمة بتاعته من المرحلة الابتدائية، بيقول ان هي صاحبة فضل كبير جدا عليه. هو فعلا ده اللي نقدر نقول ان هو بيطبق المقولة المشهورة، من علمني حرفا صرت له عبدا. معانا على التليفون الدكتور هاني غيث مدير مستشفى الرمد في دمنهور. صباح الخير يا دكتور، واهلا بحضرتك وشكرا للقدوه وللمثل. صباح الفل والياسين على حضراتكم، وتحيا مصر، تحيا الوحده الوطنيه، ويحيا النسيج المصري الموحد الواحد تحت قياده رئيسنا عبد الفتاح السيسي. اكيد اكيد رئيسكم. الحقيقه دايما بنقول ان الدنيا بخير، والنماذج اللي زي حضرتك بتوصل لنا الرساله دي، وان في لسه ناس عندها ومؤمنه وفعلا بتطبق حاجات كتير قوي ممكن يكون البعض بيفتكر في وقت من الاوقات انها اندثرت. خلينا نعرف كواليس القصه دي وكواليس الصوره دي. والله حضرتك الابله كملي عبد المسيح هي استاذتي في ابتدائي، وانا فاكرها كويس قوي، هي وجوزها الله يرحمه الاستاذ سعد بوريس. كانوا احنا كنا في قريه نائيه كده، عزبه حسن مبارك دي تبع مركز ابو المطامير بحيره، وهم كانوا بيجوا من مسافه حوالي 3 او 4 كيلو في عز الشتاء. انا فاكرهم كويس قوي، وفاكر الاستاذ سعد الله يرحمه وهو حاطط البنطلون جوه الشراب عشان ما يتعكش من الطينه، كان السكه مفيش اسفلت مفيش اي حاجه من الحاجات دي كلها، ويجوا الصبح بدري الساعه 7 يكون في المدرسه، يبصوا على شعرنا كويس ولا مش كويس، بصوا على ضوافرنا، بعدين يدخلوا الفصل يبتدوا يعملوا ريفرشمنت لنا كده على في الجدول الضرب وفي الحساب وفي العلوم وفي كل حاجه، وبعدين يبداوا يشرحوا بضمير ويحسسونا ان هم مش معلم ومدرس يعني وتلميذ، لا ده اب وام بيعاملوا اولادهم. لما بنغلط بنتعاقب، ولما بنبقى مستوانا قليل بنتعاقب، لما بنبقى مستوانا حلو بيبوسونا ويفرحوا بينا ويطبطبوا علينا. فلذلك عمري ما اقدر انسى الاستاذ سعد، ولا عمري اقدر انسى الله يرحمه بقى ويحسن اليه، ولا عمري اقدر انسى الابله كاميليا عبد المسيح استاذتي اللي عصيتها وايدها الجميله خلت مني دكتور، والحمد لله رب العالمين مدير المستشفى الاولى على مستوى الجمهوريه في القضاء على قوام الانتظار مبادره سياده الرئيس. ما شاء الله. طيب خلينا نكمل معاك وبرضه في نفس الموضوع ده، يعني كتير منا ممكن يكون عند مدرس او مدرسه وبيكون بيكن لهم هذه المشاعر والاحترام، لكن اولا عرفت توصل لها بعد كل السنين دي ازاي، وايه اللي دفعك ان انت تروح لها لغايه عندها وان انت تقبل يدها بالشكل ده؟ هو بصراحه هو بس اسماء هي جت العياده عندنا عشان تكشف على عيلها. ده كان بالصدفه؟ يعني بقى اكيد في سنين فرقت. لا انت بتتكلم من مدرسه ابتدائي، عارفه ان ده هاني تلميذها. يعني عرفته ازاي؟ انا عايز اعرف الصله، ما هو ممكن يكون برضو انت كنت عندها طفل او يعني طالب في ابتدائي، هتعرف ازاي ان الطالب ده هو الدكتور ده دلوقتي؟ هقول لسعادتك انا قابلتها مرتين بعد ابتدائي ودي الثالثه. يعني خلال الفتره دي كان في مرتين. اول مره وانا في ثانوي قابلتها كده، كنت ماشي في الشارع، هي ما عرفتنيش انا اللي عرفتها. ازيك يا ابو كاميليا؟ انا هاني غيث. فلما سمعت الاسم اسم غيث نفسه اسم مميز شويه مش كتير، فقالت لي ايوه هاني عزبة حسن مدرسه ابو بطول البحر الابتدائيه. انا عامل ايه؟ انت في سنه كام؟ قلت لها ثانويه دلوقتي. قالت لي اياك ما تخشش حاجه غير طب، انت لازم تخش طب كده كلمه كده. يا ربي حملتني عبء جامد قوي. فعلا ذاكرت ربنا اكرمني ودخلت طب. بعدين من حوالي 6 أو 7 سنوات كده جت عرفت ان في تلميذها اللي اسمه هاني غيث بقى دكتور عيون. فجت كشفت عندي وبوست على دماغها وعلى ايديها برضه. يا حبيبتي. والمره دي بقى بعد 6 سنوات هو جت تاني وعارفه ان ده تلميذها هاني غيث. هو
برضه بوست على ايديها، والله لو كان سمحت لي ابوس على رجلها كنت بوست على رجلها، هي كانت بوست على رجلها يعني بال يعني مش هي مش راضيه يعني. الحقيقه يعني قصة حلوة جدا بتدينا الدروس عديدة. الأول طبعا لازم أشكر حضرتك دكتور هاني غيث مدير مستشفى الرمد في دمنهور. يمكن من الكلمات اللي توقفت عندها وهو بيحكي حكايته، هو بالتأكيد بنقول إن هو طبعا بيوصل لنا إن هو من الناس اللي بيؤمن بالحاجات اللي إحنا اتربينا عليها زمان، بالأصول وبالصح وبالقواعد. لكن كمان هو قال لنا نقطة مهمة جدا، إن هو الأستاذة دي والأستاذ زوجها ما كانوا بيروحوا المدرسة كانوا بيشرحوا بضمير، دي اللي نحط تحتها 100 خط، ان هم كانوا بيعاملوا التلاميذ اللي عندهم كانهم اب وام، مش ان هم مدرسين داخلين يدوا الحصه فقط، لا هم كانوا بيشرحوا بضمير. عشان كده كل السنين دي ما اثرتش في غلاوتهم في قيمتهم، ان هو ما قدرش ينساهم وينسى فضلهم عليه.